احنا راح نتكلم فيها عن الانيميشن. يعني احنا تكلمنا قبل هيك عن انه في كومبوننت اسمه انيميتور بيستخدم في انشاء الانيميشنز، ولكن اليوم راح نتكلم عنه بتفصيل، وراح نتكلم عن اكثر من شكل من اشكال الانيميشن. في البدايه احنا في عندنا لو رحنا على قائمه ويندو فوق هنلاقي في عندي خيار اسمه انيميشن، في انيميشن وفي انيميتور. هذول الاثنين هما التو كومبوننتس اللي احنا راح نتعامل معهم. باي ديفولت الانيميتور موجود هنا، لو طلعنا على السين اسيت ستور عندي انيميتور، والانيميتور هو المسؤول عن تحديد الحركات او الانتقال من حركه للثانيه. يعني انا مثلا عندي حركه انه البلاير كان بيجري بعدين البلاير صار بيمشي، الانتقال من حركه الجري للمشي مسؤول عنها الانيميتور، او مثلا من حركه الوقوف للقفز. اما الانيميشن فهو اللي هو هذا الكومبوننت اللي هو عباره عن التايم لاين او التايم تراك تبع الحركه. يعني انا ممكن الانيميشن هذا لما بعمله، اما بعمله على 3D موديلنج ابلكيشن او 3D موديلنج سوفت وير زي مايا والبلندر و3D ماكس خارجيا، وبعمل له امبورت هنا بعد ما بعمل له اكسبورت از اف بي اكس، او انه انا بيكون عندي الكومبوننت موجود في داخل في داخل السين و او جزء من الهيراركي هنا، وانا ببدا اعمل الانيميشن عليه في داخل اليونيتي. تمام، فاحنا خلينا نشوف مثال على الحالتين. نبدا بانه لو انا في عندي جيم اوبجكت موجود في السين، خليني اجيب هنا سفير، لا سفير مش حابين فيها اي شيء. طيب خلينا نجيب كابسول ونشوف الكاميرا شايفه هاي الكابسول. شايفه هاي الكابسول. تمام، بدنا بس نكبرها شويه، قلنا نكبرها. اوكي، الان انا لو بدي اخلي الكابسول هاي تعمل روتيشن استداره على اي من المحاور، خلينا نفترض على محور زد. تمام، يعني بدي اياها تعمل استداره بالشكل هذا، استداره على محور زد في الران تايم. انا ممكن اجي اقول والله بدي اضيف كود اسميه كابسول كود، كابسول كود. اوكي، وهذا الكود اعمل فيه فانكشن او في الابديت فانكشن، اجي اخليه يزيد قيمه الروتيشن تبعته. يعني بس يشتغل الفيجوال ستوديو، يعني انه انا اجي اقول عندي transform.rotate، الان بدها new vector، احنا بدنا نعمل rotation على محور z، فحعمل new vector 3. او سوري صفر وصفر، ويكون معرف هنا متغير اسميه angle قيمته صفر، وangle هذا كل مرة يزيد بمقدار واحد. اوكي، فاللي راح يصير عندي روتيشن زي ما انا شايف. طبعا احنا عشان حاطين واحد ومش عاملين انه بعد 360 درجه بده يرجع تاني للصفر، فعشان هيك صار عندنا الاشي بالشكل اللي شفناه انه صار سريع كتير. لكن يعني هذه طريقة ممكن أنا أستخدمها، لكن هل كل أنيميشن أنا بدي أعمله وبدي أروح أحسب إيش المعادلات أو إيش الإكويجنز اللي أنا من خلالها بقدر أعمل هذا الأنيميشن؟ أكيد لا. فإحنا ممكن نستفيد من اللي هو الأنيميتور كومبوننت مع الأنيميشن كومبوننت. كيف؟ خلينا أول إشي نوقف هذا الكود، بدنا شيء كود الأنيميشن اللي إحنا أو كود الروتيشن اللي حطيناه. الآن رجع الأوبجكت زي ما هو، وبدي اجي على الكابسول هذه، او قبل بدي اجي هنا اعمل كرييت. في عندي انيميتور كنترولر وفي عندي انيميشن، بدي اطلب انه كرييت انيميشن. اوكي، واسميه هنا كابسول، كابسول انيميشن. الكابسول انيميشن لو بغض دبل كليك عليه، او لو انا
جيت اخترت من هنا شغلت الانيميشن تمام او الشورت كات اللي موجوده في عندي مثلا الماك كوماند 6 في الويندوز حتكون كنترول 6 راح اشغل لي الانيميتور هذا واختار الجيم اوبجكت اللي انا بدي اياه. خليني انا احطه كجزء من اضيف بس الانيميشن على الجيم اوبجكت. تمام، اذا الخطوه اللي انا عملتها هو انه الانيميشن هذا سحبته على الجيم اوبجكت بحيث انه لما اجي على الانيميشن الان حلاقي كتب لي انه انا في عندي انيميشن اسمه كابسول انيميشن. في شغله بدي الاحظها كمان انه لما انا سحبته من هنا على الجيم اوبجكت راح ضاف ايش انيميتور، لانه فعليا الاوبجكت والانيميشن ما بتواصلوش مع بعض. الاوبجكت بتواصل مع الانيميتور والانيميتور هو اللي بيحدد ايش ايش الانيميشن اللي بده يشتغل. تمام، فالان احنا خلينا نرجع هنا على انيميشن نشوف ايش اللي بده يصير. في عندي هذا التايم لاين بيقول لي الانيميشن اللي انت بدك تعمله على اي ايش البروبرتي اللي انت بدك تعدل عليها. انا في عندي بروبرتيز كتير زي الروتيشن، البوزيشن، السكيل، هذا البروبرتيز الموجوده في الترانسفورم. بعدين ممكن مثلا لو في عندي انا لايتنينج، شده الاضاءه، مش عارف الشادو، هذه كلها اشياء الماتيريال، كل هذه بروبرتيز، فانا ممكن اعدل عليها خلال الزمن. فانا لما اجي اقول اد بروبرتي هنا هلاحظ اظهر لي هو اظهر لي الكومبوننتس الموجوده في الجيم اوبجكت تبعي. تمام، فانا بدي اعدل على الروتيشن، فانا بدي اجي اختار من الترانسفورم بدي اعدل على روتيشن، او انا ممكن بدل ما اعمل هذه الحركه اجي ابدا اعدل على الروتيشن بس سوري احدد اول شيء اللي هي ايفنت، وبعدين او اسهل من ان اقعد احدد ايفنتس انا ممكن اعمل بشكل انه انا اجيب الاوبجكت اضغط على زر الريكورد هنا. الان هو حيعمل ريكوردينج لاي تشينجز بتصير على هذا الاوبجكت. فلو انا اعتبرت هاي اول ايفنت عنده انه هو 0 0 0 هاي الفاليوز تبعته. الان على مدى الزمن بعد 30 فريم او بعد 30 فريم بدي اغير في القيمه هذه بحيث انها تكون ممكن انا اسحب زي هيك، او اذا انا بديها تكون بيرفكت فبدي اجي اقول انها مثلا بديها تكون سالب 90. تمام، فاللي راح يصير معي اوقف الريكوردينج اقول له بلاي، اللي راح يصير معي بالشكل التالي. طيب بدي اضيف اخليه مثلا يرجع تاني بعد 1 مينت، بدي اجي هنا ايش اقول اشغل الريكوردينج واقول رجع لي هذا صفر. تمام، فالان الانيميشن هذا كله على بعضه صار انه هو بيرجع بيميل بمقدار 90 درجه وبعدين بيرجع تاني بيعدل. هنلاحظ طبعا في فيتشرز في الانيميشن بتخليه مثلا عند هذه النقطه هو ما يصلش ل 90 درجه. ليش؟ عشان هو بده يعدل تاني، ف مش هيلحق يوصل 90 يعني 89 وشويه وبعدين هيرجع يطلع تاني عشان يعدل. لو انا بدي اخليه انه لا يعني لازم يستقر عند ال 90، فانا ساعتها محتاج انه خلينا نقول هذه البوينت اكررها اعملت لها نسخ لصق واجيبها مثلا هنا، فانا بدي اياه يستقر 5 ثواني في منطقه ال 90. فاللي حيصير انه استقر 5 ثواني في منطقه التسعين وبعدين رجع عدل ثاني. تمام، هذا الانيميشن. هيك انا انشات انيميشن على الجيم اوبجكت. تمام، لو بدي اخلي الانيميشن يتعامل مع شيء ثاني من البروبرتيز تبعت هذا الاوبجكت، فانا بكل بساطه باجي بقول اد بروبرتي. مثلا بدي اياه يتعامل مع السكيل مثلا، بقدر اجي هنا اقول والله انا في لحظه معينه بدي السكيل تبعه يكبر او يصغر او whatever الحاجة اللي أنا بدي أسويها. طبعا هنا أنا المرة ضفتهم يدوي الكيز تبعتها. السكيل بدي أغير في القيمة تبعته. لاحظوا أن أنا بقدر أجي هنا هاي الكي هذا وهاي الكي هذا، بختار الكي
هنا ايش في عندي؟ في عندي الفاليو، يعني ممكن اجي هنا اقول انه واحد واحد واحد، تمام؟ فاذا في ما بين الثانيه اللي هي نص، الثانيه 30 والثانيه 35 ما بينهم راح هو يرجع، راح هو يصغر ويستمر ويكمل بعد هيك الانيميشن تبعه. هو هيك محتاجين احنا نضيف هنا دول، نخليهم برضو واحد واحد واحد، تمام؟ فاللي راح يصير عندي كالتالي، في اشي غلط صار في الروتيشن. روتيشن اخر نقطة المفروض تكون صفر. احنا في عندنا هذا الكي ملوش لازمه. فزي ما انتم شايفين انه الروتيشن اللي عملنا له ريكوردينج هيو شغال، فيش فيه مشكله. والحاله الثانيه اللي هي ضفناها يدوي، انه عندنا الكي رقم صفر اللي في الثانيه صفر، بيكون عندي اللي هو السكيل محطوط 2.4، وعند الثانيه عند الثانية قديش؟ 32، هي هنا رقم الثانية. عند الثانية 32 أنا كان عندي، أو سوري الفريم 32 بيكون عندي السكيل صار واحد، وحيضله واحد للآخر. لو أنا بدي إياه يرجع يكبر تاني، فأنا المفروض أجي أحط المؤشر عند اللي هي الفريم 60، وأقول إنه بدي إياه يرجع 2 2 2 مثلا. فاللي حيصير انه حيصغر ويكبر، بس لما يكبر مش حيرجع لحجم الطبيعي. سوري انا بدي بلاي من هنا، هذا البريفيو، تمام؟ هذه حركة احنا عملناها، الغي بس هاي تبعت السكيل، وبدي ارجع ثاني للبروجكت اعمل كمان انيميشن. او ممكن انا خلينا نشوف طريقة تانية، إن أنا ممكن من المكان هذا أعمل create new clip، وهنا مثلا بدي أسميه اللي هو capsule، إيش هذا بالكتابة العربي؟ capsule animation 2 save، تمام. بدي أعمل هنا rotation على محور تاني، يعني بدي أعمل rotation بالشكل هذا. لا، هذا أول كي فريم بدي أحطه صفر، أحطه صفر في كل القيم، وبعدين بعد 1 second اللي هي يعني 60 فريم بدي أعمل روتيت بمقدار 180، لا 180 درجة. طيب، فالآن اللي حيصير انه هذا بلف بمقدار 180 درجة. هذول two separate animations، كيف انا بدي اخليه يستفيد من الاثنين؟ الان انا لو عملت run للجيم ككل، فانا في عندي عملت لمرة واحدة فقط واحد من الانيميشنز اللي هو الاول الكابسول انيميشن. فانا لو رحت على الانيميتور دبل كليك عليه، حيفتح لي الانيميتور هنا، راح ألاحظ إنه في عندي any state، وهذه واضح من اسمها إنه هي أي حالة. entry يعني لحظة ما أنا بديت أو دخلت على هذا الأنيميشن، لحظة ما الأنيميشن اشتغل، هاي الـ entry point تبعته. وفي عندي هنا اللي هو الـ exit اللي هي لحظة ما خلص الأنيميشن، أو لما انتهى هذا الأنيميشن، أو خلينا نقول لما بده يوقف أنيميشن خالص، ايش مين اللي المفروض يروح عليه، او وين ايش النكست ستيت له. فنلاحظ هنا الانتري طالع منها ترانزيشن، طالع سهم رايح على الكابسول انيميشن. الكابسول انيميشن هو هذا اللي احنا عملناه في الاول، اللي كان بيعمل استداره على محور زد. الكابسول انيميشن 2 هو اللي كان بيعمل استداره على محور اكس. وبنلاحظ انه كابسول انيميشن 2 موجود ولونه رمادي، دليل على انه مش اكتف.
وأنا لو عملت run هاي أحط الجيم هنا على جنب. تعالي تعالي الجيم بدهاش تيجي. لو أنا عملت run، لا اختار الجيم أوبجكت run مرة تانية، هلاحظ إنه البار هذا كان بيعدي وهو بيمثل البروجريس تبع الانيميشن، ولما نخلص خلص وصل للآخر وقف. فأنا المفروض يكون في عندي طريقة، إما إنه لو أنا بدي إياه لوب ألاقي طريقة عشان أخليه لوب، أو لو أنا بعد هذا الستيت بدي إياه يروح على another state. كيف بدي إياه يروح على another state؟ بدي أجي خلاص وقف هذا، بدي أجي أضغط بالزر اليمين make transition، حيعطيني transition وين بدي أشبكها. بدي أشبكها مع capsule animation 2. فالآن صار في عندي من لحظة ما يبدأ الانيميشن راح يبدأ على ينتقل من الانتري بوينت للكابسول انيميشن، راح يعمل الروتيشن على محور X، سوري هذا على محور Z، وبعدين راح لما يخلص هذا راح ينتقل للكابسول انيميشن 2 ويعمل انيميشن على محور Z X. تمام؟ طبعا هو هنا ضله محصور في الانيميشن هذا، فعشان هيك ضله يعمل لوب. في عندي شغلة انا بدي اتكلم عنها، في الترانزيشن هنا لما اخترت الترانزيشن راح الاحظ في عندي التايم لاين هذا. هذا بيبين مرحلة اللي هي المورفينج ما بين تو انيميشنز، يعني لحظة ما أنا بخلص من الأنيميشن الأول وعمالي بأفوت على الأنيميشن الثاني في مورفينج ما بينهم، في دمج للحركتين مع بعض في لحظة من اللحظات عشان الانتقال من أنيميشن للثاني يكون سموث، مش إنه يكون فجأة هيك مرة واحدة انتقل إله. فهنا هذا الديفولت، لو أنا جيت زودت هذه المدة تمام، إيش اللي راح يصير؟ راح ألاحظ مرة تانية، راح ألاحظ إنه الأنيميشن التالي بدأ، يعني بدأ هو يعمل استدارة على محور X وهو لسه ما خلصش من الأنيميشن الأول اللي كان بيعمل استدارة على محور Z. تمام؟ ليش؟ لأنه التو أنيميشنز دخلتهم أنا مع بعض بشكل كبير. طيب لو أنا خلينا نقول لغيت المورفينج اللي ما بينهم، هنا ايش صار؟ هذا الانيميشن حيكتمل للاخر وهذا الانيميشن حيكتمل للاخر وما فيش مرحله انتقال او مورفينج ما بينهم. اللي حيصير انه بعد ما خلص الانيميشن الاول انتقل للثاني، بعد ما خلصه خالص ووقف رجع ستاند صفر الروتيشن تبعه راح شغل انيميشن ثاني. خليني اعمل ترانزيشن باك من Animation 2 لأنيميشن 1. الآن اللي حيصير إنه هو حيبدأ من الانتري بوينت، يجي على الكابسول أنيميشن، يخلص الكابسول أنيميشن، بعدين يرجع على يروح على الكابسول أنيميشن 2، يخلص الكابسول أنيميشن 2، بعدين يرجع على الكابسول أنيميشن ويضله في لوب مستمرة. هذه الترانزيشن ما فيش إلها مورفينج، وهذه الترانزيشن محطوطة على ديفولت مورفينج. تمام؟ فإذا نشوف إيش اللي راح يصير معنا. في عشان في مورفينج ما بينهم وهذيك يعني هو ما خلصش الانتقال تبعه وبده يرجع او بده يبدا ينفذ في الروتيشن تبع المحور زد، فعشان هيك هو راح رجع بسرعه. لو انا قللت المورفينج تبعهم راح يكون الانتقال سموث اكثر. نشوف هيك. احنا قللنا الانتقال بس هيك حيفوت مرة واحدة، كل ما قللناه حيكون الجمب من ترانزيشن للثاني. يعني المفروض انا لما اقلل المورفينج بقلل السموثنس،
لا هو انا المفروض ازيد المورفينج عشان اصير مور سموث، زي ما احنا شايفين انه صار تقريبا بينتقل من الانيميشن الاول للثاني، وهو لسه الانيميشن او سوري من الانيميشن الثاني للاول، والانيميشن الثاني تقريبا ما خلصش اصلا الحركه تبعته. تمام، هذا هيك ممكن انا اعمل ترانزيشنز. الان في شغله مهمه، انه الترانزيشنز هذه ممكن ما تكونش مبنيه اوتوماتيكلي، او انها ما تكونش بتتنفذ بشكل تلقائي، ممكن يتم تنفيذ هذه الترانزيشنز اعتمادا على ايفنت معين، باراميتر معين، زي انه ضغطت على زر فهو بده ينفذ انيميشن من هاي الانيميشنز بناء على فاريبل معين. تمام، طيب كيف هذا الكلام بده يصير؟ لو احنا جينا طلعنا هنا، في عندي تو تابس، واحد اسمه لايرز، رحنا على البيس لاير هذه، ممكن انا يكون في عندي لايرز داخليه، يعني لو بكون في عندي انيميشن مور كومبلكس، فانا بصير اعمل لاير واجمع مجموعه انيميشنز مع بعض واحط الانيميشنز فيهم، وبعدين في اللاير اللي اعلى منها زي البيس لاير بصير ايش استخدم على طول، اقول له مثلا هذا الترانزيشن بيوديني على هذه اللاير بكل الانيميشنز اللي جواها. تمام، احنا هلقيت خلينا على قد ان انا عندي البيس لاير، وفي عندي باراميترز اللي هي بتمثل المتغيرات اللي انا بستخدمهم في الانيميتور عشان انتقل من انيميشن لانيميشن. فطبعا فيش عندنا ولا واحد، لو قلنا له بدنا نضيف، في عندي مجموعه محدوده من الانواع. خلينا نبدا مثالنا بانه بوليان ترو او فولس، ونشوف هنا روتيت اكس، هيك انا بدي اسمي هذا الفاريبل روتيت اكس. تمام، روتيت اكس، الان هذا الانيميشن بيتم تنفيذه تلقائيا، هذا الانيميشن اللي هو اللي طالع من كابسول انيميشن، اللي هو هذا بيعمل روتيشن على زد، وبده يروح على كابسول انيميشن اللي هو بيعمل روتيشن على اكس، على كابسول انيميشن 2. فهذا الترانزيشن بيتم تنفيذه تلقائيا. في عندي هنا حاجه اسمها كونديشنز، كونديشنز فاضيه، لو انا جيت اضيف حلاقي الكونديشن بيقول الفاريبل روتيت اكس اذا كان ترو حينفذ الانيميشن، او ممكن اغير خليه فولس، اذا كان فولس نفذ هذا الانيميشن. فالان خلينا نحطه ترو، راح الاحظ انه لو شغلت الانيميشن هذا اشتغل ووقف المره. طب خلي هذا ترو، دخل في اللوب، طب رجعه فولس، وقف. تمام، اذا هذا الترانزيشن ما بتحركش الا اذا كان روتيت اكس ترو. طيب خليني اعمل كمان فاريبل بوليان واسميه روتيت زد، واخلي الانيميشن الثاني هذا ما يتحركش الا اذا روتيت زد كان ترو. فالان اللي حيصير انه الانتري بوينت راح تجيبني هنا، ومش راح يصير في عندي اي انيميشن بعد هيك، بستنى اما روتيت اكس، هو طبعا هيك بيستنى روتيت اكس انه يصير ترو، ولما يصير ترو هذا راح يعمل هذا الانيميشن بس مش راح يرجع، حيضلوا فيه. ليش مش راح يرجع وحيضلوا موجود محبوس في روتيت انيميشن 2 او محبوس في كابسول انيميشن 2؟ لانه روتيت زد لسه فولس. خلي روتيت زد يصير ترو، راح نفذه. تمام، الان الفاليوز هدول تبعت الروتيت اكس والروتيت زد، هدول التو فاليوز احنا المفروض بنعدل عليهم من خلال الكود، لانه الكود هو اللي فيه الليسنرز للايفنتس، زي ضغطه الكيبورد وزي الكوليجن، زي الاشياء هذه، وهو اللي بده يعدل على التو فاريبلز اللي عندي هنا. كيف بدي اوصل للتو فاريبلز واعدل عليهم؟ تعالوا نشوف. هاي الكابسول، وبدي اضيف، او في عندي كابسول كود اوريدي احنا ضفناه. بدي اجي هنا اصل للانيميتور كومبوننت، طلع معي في عندي هنا في الكابسول في
كومبوننت اسمه انيميتور، بدي اوصل له. في طريقتين، اما اني اجي اقول انا في عندي هنا جيم اوبجكت سوري اقول انيميتور اي ان اي تمام، وهذا احطه بابليك واجي على الجيم اوبجكت هنا عملناش سيف حلاقي انه بده انيميتور، اسحب الجيم اوبجكت نفسه على هذه، فهو هيك راح يمرر الانيميتور كومبوننت تمام، مش راح يمرر الجيم زي ما عملنا في الترانسفورم قبل هيك، انه خلينا الجيم اوبجكت يتمرر بحاله مكان الترانسفورم، فهو فعليا بيروح بيمرر الترانسفورم كومبوننت. وهنا انا لما اعطي له جيم اوبجكت عليه انيميتور راح يمرر الانيميتور. هذه الطريقه الاولى، او انه اجي اقول انه بس اغير اسمه بدل انيميتور. الطريقه الثانيه انه انا في الستارت فانكشن اللي هي بتتنفذ لمره واحده فقط، اجي اقول انيميتور يساوي جيت كومبوننت واعطي له نوعها اللي هي انيميتور، وهيك راح يدور على الانيميتور كومبوننت الموجود عنده من غير ما اعمل دراج اند دروب. يعني هذا ممكن اشيل عنه البابليك، وبالتالي هو لما اشيل عنه البابليك المفروض يختفي من هنا تمام، اختفى من هنا. فكيف هو حيصل للانيميتور كومبوننت؟ من خلال الكود تبع الجيت كومبوننت زي ما قبل هيك عملنا مع الريجيد بودي. طيب الان الانيميتور صار موجود عندي، فانا قادر اوصل له واوصل لكل المتغيرات اللي جواه. خليني اجي اقول انه if input dot get او get key اوكي اللي هو key code dot space، يعني لو ضغطنا space بدي اياه يخلي الروتيشن على اللي هي ايش كانت على z، لو رفع ايده عن السبيس بدي ارجعها على اكس. else if input dot get key up key code dot space، يعني في حاله انه رفع طوله هو ضاغط راح انفذ هنا كود، لحظه ما يرفع ايده راح انفذ كود ثاني اللي هو المفروض العكس. فانيميتور دوت ايش كيف بدي اوصل لل ال variables اللي جوا؟ في عندي function اسمها set، انا ايش عندي كان نوعه boolean، set boolean بتاخد ال id، لا بتاخد ال name string name. طبعا اللي صار قبل شوية انه هو في عندي اكتر من function نفس الاسم، فاحنا لو ضغطنا بالاسهم فوق وتحت فاحنا بنشوف اللي هو suggestion اللي هو بيعطيني اياها. بالاول كان معطيني هذه اللي هي بتعطيني بالاي دي وبالفاليو، انا بدي بالنيم والفاليو تمام. فايش كان النيم؟ ايش سمينا احنا المتغير؟ سميناه روتيت اكس، الفاليو بدي اياها ترو. طيب لو رفع ايده عن الزر بدي اخلي الروتيت اكس يصير فولس. في نفس الوقت كان في عندي كمان فاريبل، لو رفع ايده عن السبيس بدي اخلي الروتيت زد يصير ترو، اما لو رفع ايده لو ضغط على الزر بدي اخلي الروتيت زد تصير فولس. بمعنى انه اذا هو ضغط على السبيس باتون، فالاوبجكت هذا المفروض يصير يعمل روتيشن حول محور X ويضلوا في لوب حول محور X. لو رفعت ايدي عن الزر راح يرجع يعمل روتيت حول محور، او يعمل اللي هي الحركة تبعت الاستدارة حول محور Z. طبعا هي حينفذها لمرة واحدة فقط تمام. نعمل سيف ونيجي نشوف هذا الكلام. عمل اللي هي الحركة تبعت محور Z لمرة واحدة، ضغطنا سبيس بدأ يعمل الاستدارة طوله انا ضاغط على زر سبيس وهو بيعمل الاستدارة حول محور اكس. رفعت ايدي عن السبيس عمل الاستدارة تبعت محور، او عمل الاكشن او الايفنت او اللي بنسميها الانيميشن تبعت محور
زد ورجع تاني وقف لوضعه الطبيعي. انا ممكن طبعا هنا لو بدي اخليه يعمل لوب في ال 2D بيعمل لوب اوتوماتيك، في ال 3D ما فيش خيار لللوب، فانا ممكن اروح اعمل ميك ترانزيشن عليه نفسه. تمام، وخلينا نعطي له كونديشن انه الروتيشن زد يكون ترو. طبعا هذا في ال 2D جيمز الانيميتور هنا بيعمل انيميشن، بيعملها لوب اوتوماتيك. في 3D مش عارف ليش ما بيعملهاش اوتوماتيك. انا حطيت كونديشن عليه، ايوه ما اني حطيت عليه كونديشن فحيضله شغال في هذا الانيميشن. ممكن انا اقلل المورفينج عشان اضمن انه هو يعمل انيميشن شبه كامل. اوكي، برجع هذه ترو. لو ضغطنا سبيس نرفع ايدنا عن السبيس رجع الانيميشن الاول. هذا اول شق من موضوع الانيميشن. الشق الثاني بيتكلم عن انه انا لو في عندي اوبجكت خارجي وانا بدي اعمل له انيميشن، طبعا اللي حيصير انه مش حيكون يعني مش حيكون مختلف كتير عن هذا الموضوع، ولكن اللي حيصير انه انا بدي اصير اضيف الستيتسز هنا تبعت الانيميشن واعمل الترانزيشنز المطلوبه. خلينا نروح على الاسيت ستور نبحث عن او خلينا نبحث عن كاركتر هيومانويد فيو ريزلتس. هيومانويد كاركتر بدنا حاجه فري، فبدنا نختار من لو تو هاي. هاي هذا اوكي، بدنا نعمل له داونلود قبل هيك، تعمل له امبورت. طيب بدي ارجع تاني على السين كابسول، هاي بديش اياها. لو رحنا في عندي هنا prefab وفي عندي animations إلو، في emotions هذا على وجهه، animations لتفاصيل وجهه، في قلنا هذا عبارة عن ال FBX تبعه، materials textures، في هنا demo project، shaders ملناش فيهم هالقد. طيب لو جبنا هذا ال prefab، هاي الكاركتر، الكاركتر هذا ما عليهوش اي انيميشن الان، ولا عليه او عليه انيميتور، هي حاطين عليه انيميتور بس انيميتور ككومبوننت بس، ما فيش هنا اسيتس، فيش هنا في الاسيتس حاجه اسمها انيميتور لهذا الكاركتر. في الديمو طبعا موجود، خلينا بس نشوفه. في الديمو بروجكت اللي هم معطينا اياه عندي الانيميتور كنترولر هي موجود، او اللي هم عاملين الانيميتور هذا، وفي فاريبلز ام سوري لا هذه هي الفاريبلز تبعته. فلو جينا نشوف هنلاقي ان الترانزيشنز هذه مبنيه على الكونديشنز بناء على الفاريبلز اللي هو حاططهم. وآي ثينك إنه فيه هو حاطط سكريبت هذا يو آي، مش حاطط سكريبت للحركة، مش مهم. إحنا بدنا نعمل أنيميتور منا ونعمل سكريبت ونعمل كل إشي بإيدنا. فخلينا نرجع هنا على الكود أو على الأسيتس تبعتنا ونضيف أنيميتور. create a new animator controller بدنا نسميه player animator. player animator هذا بدي اعطيه لمين؟ للplayer، لان هو عنده component اصلا فضاف له player animator. طيب double click عليه راح الاحظ انه انا في عندي entry point exit any states، فبدي
اجي على الانيميشنز اللي هو عملهن ووك ران ايدل بو. الايدل هو حالته هو ساكن ما بيتحركش ما بيعملش اي شيء، فبدي اجيبها هي هيك واعتبر انه الانتري بوينت بتوديني على الايدل ستيت. بعد هيك من الايدل ستيت انا المفروض بتحرك لاي حاله ثانيه، تمام؟ بتحرك من الايدل ستيت لاي حاله ثانيه. طيب زي ايش؟ زي مثلا انه بيعمل ووكينج، فبدي اسحب الووكينج واحطها هنا. الان لو انا جيت قلت له عشان نفهم ايش فايده اني ستيت الموجوده فوق، لو انا جيت قلت له انه في عندي ترانزيشن من ايدل لووكينج، تمام، وجيت سحبت هنا قلت انه في عنده حاله ران وفي عندي ترانزيشن من ايدل لران، ايش اللي حيصير؟ حيصير انه هذا الكاركتر وهو واقف بيصير يجري، بس وهو بيجري بيقدرش يرجع يمشي، لازم يرجع يقف بعدين يمشي، او العكس، او انه هو الكاركتر هذا واقف صار يمشي وهو ماشي بيقدرش يجري، لا بده يقف بعدين يرجع يجري. فعشان هيك بزبطش. ممكن انا اروح اجي اقول له بدي اعمل ترانزيشن هيك واعمل ترانزيشن باك هيك، تمام، واعمل ترانزيشن باك هيك وترانزيشن باك سوري ترانزيشن باك هيك، يعني انه كل واحده من الحالات بتؤدي للثانيه. طب لو انا عندي هذول عندي حالتين، طب لو انا في عندي خمس ست سبع حالات ايش اللي بده يصير؟ فانا المفروض في عندي اللي هي اني استخدم الان ستيت، اقول اي تراجع اقول انه هذا الووكينج انا بقدر اوصل له من اي حاله، والرن وين راح الرن؟ بقدر اوصل له من اي حاله، هذه بتعبر عن اي حاله من الحالات الثانيه، يعني سواء كانت ووكينج سواء كانت ايدل بقدر اوصل لهذا لهذا الكيس. الستيت برضو الايدل ستيت بدنا نشبكها مع الان ستيت، ما هي برضو حاله بدنا نوصل إلها. طيب انا انتقل من الان ستيت لاي حاله من هذه الحالات بناء على ايش؟ اكيد بناء على باراميتر معين. مره خلينا نجرب لو استخدمنا انتجر وقلنا بلاير ستيت، هيك بدي اسمي الانتجر هذا قيمته صفر. اذا كانت عملية إذا كان البلاير ستيت قيمته صفر، فأنا بدي أنتقل لإيش؟ لحالة لحالة آيدل. هي عندي هنا variable player state equals صفر، فإذا أنا بدي أروح على الآيدل ستيت. طيب الحالة الثانية بدي أضيف player state equals واحد، إذا أنا بدي أنتقل للwalking state. الحالة الثالثة اللي هي equals 2 بدي انتقل للرننج ستيت، اذا انا بنتقل بناء على المتغير اللي اسمه player state. طيب نرجع تاني على خلينا نضيف كود الان على هذا البلاير، احنا ما ضفناش عليه كود، نضيف له كود نسميه player controller، تمام، دبل كليك على البلاير كنترولر نشوف ايش بدنا نكتب فيه. نفس الطريقه بدي اوصل للانيميتور، بدي اجي اقول هنا انيميتور او مش انيميشن انيميتور انيميتور، تمام، انيميتور، والانيميتور هذا بدي اجيبه من خلال جيت كومبوننت جيت كومبوننت، وبدي اعطي له التايب انيميتور، وبدي اجي اشوف هنا اف ممكن انا اعملها من خلال float ال v speed يساوي vertical اللي هي input dot get axis، واكتب هنا كلمة vertical واقول انه f v speed اكبر من او not equal to zero، هذا بده اقواس، اذا هي not equal to zero معناته هو المفروض ايش؟ بده يمشي. ايش معنى بده يمشي؟ المفروض انه انا اخليه translate forward الكلام اللي احنا قبل هيك شفناه، بس احنا جايين عشان نشوف الانيميتور dot set integer. الان الانتجر له name، ايش كان
player state، هيك كنا مسميين ال variable player state، والvalue تبعته واحد، واحد عشان يعمل walking. else اللي هي لو كان صفر، the speed تبعته كانت صفر، بدي أخليه يرجع للحالة صفر اللي هي الايدل. تمام، وهي سيف وهي بلاي. هيو هيك هو في حالة الايدل. لو انا ضغطت على الكيبورد فهو حط الستيت، بس مش مبينة كتير، خلينا نقرب الكاميرا هيك و نقرب الكاميرا منه ونشوف الانيميشن بس ايش اللي بصير. طيب طبيعي هو انه يصير عندنا هاي المشكلة، لانه لا هذا مش الانيميتور تبعنا، لانه احنا عندنا هين الانيميشن اللي استخدمناه او الفيريبل اللي استخدمناه راح يضلوا يتنفذ على طول. يعني لما انا احط صفر هيجي هو على الستيت هذه الايديال ستيت، تمام، وهي ستيت، يعني هي زيها زي يعني هي ستيت من الستيتسز، فعشان هيك هي الان ستيت موجوده، فحتروح ايش تسوي؟ تنفذ كمان مره. فهو لسه ما خلصش من الايديال ستيت، راح ينفذ كمان مره الايديال ستيت. تمام، يعني هو المفروض ينتظر في حاجه تخليه ما يضلوش في اللوب هذه مستمره. عشان هيك في هذا الموقف احنا المفروض ما بنستخدمش انتجر. الانتجر ممكن انا استخدمه لما اكون عارف انه حيعمل كول للفاليو هذه، يعني مثلا حط البلاير ستيت واحد وبعديها، او هنا مثلا في حالتنا حطها صفر وخلاها بعدين سالب واحد، فايش اللي حيصير؟ انه هي حتتنفذ مره واحده، ثاني مره حيلاقيها صارت سالب واحد، وبالتالي مش حينفذ، وما فيش اي ستيت من الستيتسز هذه بدها سالب واحد. بس احنا رحنا حطيناها صفر وبتضلها ثابته على صفر، نفس المشكله كانت مع الووكينج، انه بنحطها مثلا واحد وبتضله ثابته على واحد، وبالتالي هيضله ينادي الووكينج انيميشن في كل مره. فاحنا المفروض نستخدم في هذا الموقف اللي هو التريجر، انه زي ايفنت نفذ او ما تنفذش، مش زي البوليان. البوليان برضو نفس قصه الانتجر، البوليان لما تقول ترو فحيضله يفحص، اذا كانت ترو حيرجع ينادي الانيميشن مره ثانيه، يرجع يفحص ثاني، واذا كانت ترو حينادي الانيميشن مره ثانيه. بس التريجر انه لا، بس مره واحده هو بينفذ هذا الانيميشن، والا اذا عملنا له تريجر كمان مره. فالان انا ايش بدي اسوي؟ انه بدي اجي اقول ايدل انيميشن، وبدي اجي اعمل كمان تريجر للووكينج، وبدي اجي اعمل كمان تريجر للرننج. اوكي، وفي الكود راح اجي اقول، خلينا نعملها هنا بس لانه انا مش هخليه يتحرك، فانا بيهمنيش السبيد، فبدي اخليها اف انبوت دوت جيت كي داون اللي هو كي كود دوت اب ارو، وعندي هنا إلس اف انبوت دوت جيت كي اب كي كود دوت اب ارو. في حالة انه انا ضغطت عليه بدي اقول للانيميتور دوت سيت تريجر، بده النيم تبع هذا التريجر ايش احنا كنا مسمينه، ووكينج ووكينج انيميشن. تمام، طيب رفعنا ايدنا عن الاب ارو، فبدي اعمل تريجر للايدل انيميشن. تمام، نجرب الان.
هاي البلاير، ضغطت على زر اب. لا حطينا اب ارو ولا ما حطيناش؟ جيت كي داون اب ارو، الانيميتور مربوط. تعال بلاير انيميتور، مربوط الانيميتور. مرة ثانية هاي ضغطنا اب. احنا ما عملناش، حطيناش اللي هو الكونديشنز. فانا عندي الايدل بروح لها في حالة انه الايدل انيميشن تريجرد، الووكينج بروح لها في حالة انه الووكينج انيميشن تريجرد، والرن بروح لها في حالة انه الرننج انيميشن تريجرد. اوكي، فالآن لو ضغطنا زر اب فعليا هو تريجر لمرة واحدة فقط، وانا حاليا ضاغط على الزر ومستمر في الضغطة، مع ذلك هو هيو بيمشي طبيعي ما فيش اي مشكلة. لحظة ما ارفع ايدي هيعمل تريجر لمين؟ للايدل. رجع وقف، تمام. فلو بدي اخليه يجري مثلا، خلينا نضيف هنا كيس اف input dot get key down اللي هو key code left sorry left shift، تمام. ايش معنى الكلام اللي انا كتبته؟ انه اذا البلاير ضغطنا زر up واحنا ضغطين shift، هذا بدي اياها داون، لانه انا ممكن اكون ضاغط على الزر الاب قبل ما اضغط على زر الشيفت، سوري ممكن اضغط على الشيفت قبل ما اضغط على الاب، فعشان هيك بخليها جيت كي. اذا انا ضغطت اب في الوقت اللي انا ضاغط فيه شيفت، تمام، بدي اياه ايش يسوي؟ يعمل رننج تريجر. اما لو انا ضغطت اب وانا مش ضاغط شيفت فهو حيعمل ووكينج تريجر. بس انا بدي اشيل الليفت شيفت هذه، بخليها سبيس لانه الماك مش نفس الاسكي كود. المهم نجرب هاي اب راح يعمل ووكينج، تمام. لو ضغطنا سبيس ضغطنا اب حيروح على الرننج الان. طب شلنا ايدنا عن السبيس، هاي بتواجهنا مشكلة انه الاب تم تنفيذه لمرة واحدة فقط. اوكي، فعشان هيك لما انا رفعت ايدي عن السبيس هو ما عرفش. فانا ايش المفروض اسوي في هذه الحالة؟